تحقيق شامل في المؤسسة العمومية الاستشفائية للصحة العمومية دحو دحاوة. ثانيا فتح تحقيق في المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بروكسيميتي، لأن نفس المشاكل، لكن المستشفى هذا هو البقرة الحلوب، هنا راهي تصرف أموال وتستنزف. في المستشفى هذا لوبيتال دحو كاين انيجليجونس، كاين اليسي علي توتال، لا مبالاه. اختصاصيين تاع المحمديه ولادنا الطب لي زانفيرمي لازم هما فاني يوقفوا معانا، ماشي قاع داروا شيفان، ماشي قاع داروا شيفان وداروا سانديكا. حنا نهضروا على المستشفى دحوي دحو، ليرجونس ما يخدموا، الطب ما يخدموا، الفرملة ما يخدموا، اللي يجي يفوت يقول لها ما كاين لا طبيب لا فرملي، ما كاين راديويات، ما كاين سكانر، ما والو. اللي عنده بن عمه يفوتوا عليه، اللي ما عنده والو روح يفوت برا يشور. هي الاحتجاج فيه بعض المشاكل اللي تتحل، يعني من اليوم، ولكن فيه شيء اخر تروح تلفوك، يعني انجاز مستشفى ماشي مصلحه المدير، ولكن اذا كان الطاقم الطبي ولا الطاقم الشباب الطبي هذه مصلحه المدير، وحنا ان شاء الله غادي نتاخذ اجراءات فوريه.